أستاذ حسن أولي تقلد مناصب سامية في الدولة، بداية من منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي مرورا بمؤرخ المملكة وصولا إلى والي جهة مكناس. أستاذ أنت عارف خبايا المملكة، بغينا نعرفوا شناهي قراءتك السياسية للوضعية السياسية للمملكة الآن. السؤال الثاني، بمناسبة مرور 100 يوم على حكومة بن كيران، بغيناك أستاذ تعطينا تقييم العمل ديال حكومة بن كيران في هاد 100 يوم. وثاني حاجة، بالتزامن مع تشكيل الحكومة شنا أن هناك مسؤولين التحقوا بالديوان الملكي، هل ما زالت حكومة الظل حاضرة في المغرب؟ السؤال الثالث، قرأنا في عدة جرائد أن لك خلافات مع فؤاد علي الهمة، ما الحقيقة ذلك؟ رابع سؤال، باعتبارك أستاذ رجل دولة، ألا يشكل مواقفك الداعمة لحركة 20 فبراير أي حرج؟ وشكرا. خسارة محاضرة أعتقد بأن يعني قال واحد التعبير أنا أتبناه، رجل دولة، رجل دولة يمكن أن يكون له جرأة ولكن دائما يتصرف في إطار معين، لا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار، وأتمنى أن أكون دائما وفق وأن تكون تصرفاتي مع احترام يعني مع التعبير عن كل رؤى بكل قوة وبكل شجاعة وبكل جرأة، ولكن هناك يعني ما يسمى بأخلاقيات الدولة، وقلت في لقاء مفتوح بأنني أتكلم فيما هو ملك لي. يعني الدولة كل ما في الدولة ملك للدولة، بناياتها سياراتها وحتى أسرارها ملك للدولة، بل حتى أحداثها البسيطة ملك للدولة. يمكن أن استفيد من هذه التجربة لأفكر في قضايانا، لكن ليس لا يعني أن أتحدث أو أجعل ملكا مشاعا ما ليس ملكا لي. لم يتح لي قط يخص الأشخاص الذين تحدثت عنهم أن قرأت بأن هناك خلافات وأنه يعني يمكن أن تعيش مع شخص دون أن يكون هناك حوار أو حتى يعني طبعا كانت لي رؤى عبرت عنها ليس ضد أو مع شخص، ولكن يعني كانت لي رؤى على خيارات معينة. قلت مثلا في محاضرة ألقيتها بكلية الحقوق وهي محاضرة علمية بأنه بنية الدولة كانت تشتغل وفق ما أسميته بأحزاب كواكب ساتليت، وأن هذه البنية تتكرر دوما وتستعمل ما أسميته بالحزب الرديف بارتي دابوان. هذا التحليل الذي قمت به أتبناه دائما، وأعتبر بأن هذا البناء أو هذا الخيار كان في جزء كبير سببا في تعطيل دينامية المجتمع. وبتعبير آخر، لا يمكن ولا ينبغي لشخص أيا كان ولأي تنظيم سياسي أن يعتبر نفسه وسيلا على الشعب. منطق يعني الكونستانت أتبنى. فيما يخص ما عشنا، أعتقد بأنه يعني أعتقد بأن أحسن سيناريو بالنسبة للمغرب هو الذي عشناه. كيف ستتطور الأمور؟ لا أدري. كيف سوف يتم التعامل مع هذه الأمور؟ لا أدري. ولكن أن تكون هناك انتخابات وأن تكون هناك حكومة ناتجة عن صناديق الاقتراع هذا شيء إيجابي.